ميرة جزمتها أشرف منهم كلهم، أي حد اتكلم عنها. ميرة بتقرير الطب الشرعي شريفة عفيفة. ميرة اتاخدت غدر من واحد قذر كان بيبتزنا كلنا، كان بيبعت لنا رسائل تهديدات والناس شافت بعينيها. ليه الكلام ده يطلع عننا؟ ليه الدولة ساكتة؟ ليه الناس ساكتة؟ احنا وصلنا للمرحلة دي؟ مصر ومصر وصلت لكده؟ معتم الحالات تتمثل في الآتي: إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم، إذا وقع في الإجراءات بطلان في أثر الحكم، ووفقا للقانون الذي يلزم بالتقدم بطعن على أحكام الإعدام خلال 60 يوما من صدور الحكم، فقد تقدم فريد الدين محامي محمد عادل بمذكرة طعن من ذوي أيام وقبل انتهاء المدة المحددة، واردا فيها إلى مجموعة من الأسانيد التي يراها تبطل الحكم الصادر ضد محمد عادل قاتل نيجير أشرف بالإعدام، ومنها بطلان تشكيل الدائرة لتكوينها من 4 قضاة ومرافعة محامي ابتدائي أمام الجنايات، وقيام القاضي بالإفصاح عن رأيه في حديث موجه قبل النطق بالحكم. 26 من يناير أولى جلسات وقف تنفيذ إعدام قاتل نيجير أشرف. حددت محكمة النقد اليوم الاثنين جلسة 26 من يناير المقبل كأولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر بإعدام محمد عادل المتهم بقتل زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة نيجير أشرف. ومن المقرر نظر الطعن أمام دائرة الخميس دالة الجنائية. وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في وقت سابق بإجماع الآراء بإعدام محمد عادل شنقا عقب وصول رأي فضيلة المفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه، وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا. وكان قد أمر المستشار حمد الصاوي النائب العام في 22 من يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالب المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث ويت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها بعدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها. وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال بمحلات محيط الواقعة أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجنى عليها التي كنا بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاول الذوذ عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوي المجنى عليها وأصدقائه الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها للطبطة به بعدما تقدم لخطبتها ومحاولاته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده. وأن المتهم قبل الواقع بأيام سعى للتواصل مع المجنى عليها للوقوف على توقيت استقلال الحافلة التي اعتدت ركوبها للجامعة ورفض إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجنى عليها. كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بتتبع المجنى عليها بالحافلة التي اعتدت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجنى عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به. محكمة النقد تحدد جلسة 26 من يناير لنظر وقف تنفيذ حكم إعدام قاتل نيجير أشرف. حددت محكمة النقد جلسة 26 من يناير كأولى جلسات نظر وقف تنفيذ حكم الصادر ضد المتهم محمد عادل في قضية قتل نيجير أشرف لحين الفصل في الطعن أمام دائرة الخميس دال بمحكمة النقد. وكانت قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالب نيجير أشرف أمام جامعة المنصورة. وكان قد أمر المستشار حمد الصاوي النائب العام في 22 من يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالب المجنى عليها نيجير عمدا مع سبق الإصرار، حيث ويت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها بعدة طعنات ونحرها قاصدا خيرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره ومن هيئة الدفاع عن نقد جنائي جلسة 4 من فبراير لسنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقد الجنائية سين 3-684 قاعدة رقم 254 طاعة رقم 22 لسنة 2022 القضائية، مضيفا أن ما حدث بمحاكمة قاتل نيجير أشرف الذي كان يحضر مع المدافع عن الطعن هو محامي ابتدائي لا تجوز له المرافعة أمام محاكم الجنايات الذي لم يبدي أي عذر عن المدافع عن الطعن، وأضاف يتبين من أسباب الطعن الحكم المطعون فيه مرجع نقده، وكان يترتب على تنفيذ هذا الحكم إصابة الطعن بأضرار جسيمة، فإن ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن
وكذلك عملا بالمادة 36 مكرر، فقرة أولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وجرات الطعن أمام محكمة النقد، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصيلا، نقد الحكم المطعون فيه واحتياطيا، ومع النقد إعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها دائرة أخرى. وبعد إصدار حكم الإعدام في حق محمد عادل قاتل نير أشرف، تولت الأنباء عن تولي فريد الديب الدفاع عن محكوم عليه وتقديم مذكرة الطعن النقد، كما نص القانون على تقديم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، بحيث يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم مرفقا بها أسباب الطعن. هند عاكف عن مقتل نير أشرف اللي بيحب حد بيضحي عشانه مش يقتله. علقت الفنانة هند عاكف على قضية مقتل الطالب نير أشرف على يد زميلها في الجامعة بعد رفضها الارتباط به، وقالت هند عاكف في تصريح لأهل مصر: الموضوع به خبايا كثير جدا، وعن نفسي بقول لا يصح أي بني آدم تحت أي مسمى في الدنيا يتروح مهما عملت فيه ومهما عملت فيك. وتابعت: ربنا سبحانه وتعالى قال القصاص، لكن لما احنا نحارب بعض علشان الدين، لكن مش علشان انا بحبك او بتحبيني او عملت فيك اي حاجة في الدنيا، مهما يكون ما عنديش حاجة تخلي البني ادم يقتل ايا كان. الملابسات ممكن يكون ملابسات جامدة. جريمة هزت مصر كادت تتكرر، شاب هدد فتاة بذبحها مثل نيرة. خلال الشهرين الماضيين هزت الشارع المصري جريمتان مروعتان عقب ذبح الطالبتين نيرة أشرف وسلمى بهجة على يد زميلهما في حادثتين منفصلتين بعد رفضهما الزواج منهما. وفيما لا يزال الرأي العام تحت الصدمة، كادت جريمة أخرى تتكرر بنفس السيناريو في القاهرة بعد أن هدد شاب فتاة بذبحها، إلا أن رجال قسم شرطة حدائق القبة بالعاصمة تمكنوا من ضبط الشاب بعد أن تعدى على الفتاة الضحية وهددها بالقتل إثر رفضها الزواج منه. وفي التفاصيل اتصلت فتاة تدعى بسنت مرعوبة بالأمن وأبلغتهم بأن شابا هددها بالقتل، فتحرك رجال الأمن على الفور وألقوا القبض عليه. وذكرت الشابة في استغاثتها لأجهزة الأمن أن بعد رفضها الارتباط بها هددها بفضحها، قال أنه سيقتلها على غرار نيرة وسلمى، كما أضافت: وقتها حاولت أن أفهمه أن كل شيء قسمة ونصيبة، لكنه استمر في رسالة رسائل تهديدات بالقتل لي ولأسرتي، وقد وصل الأمر لتهجمه علي بمنزل. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب عدم إعدام محمد عادل حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.